أليس كذلك؟ الآن نعم سيبدأ البث على اليوتيوب أيضا. نهاركم سعيد أصدقائي الأعزاء، اليوم السبت، أرحب بكم جميعا في هذا الويبنار الذي هو مخصص لسلسلة الكتل بلوكشين. الكثير ينتظرون الأخبار والكثير يعني ينضمون إلينا دائما، ممكن البعض هم انضموا إلينا المرة الأولى. اسمي ماريا أنتونينكا، أنا أسكن في موسكو في روسيا، وفي مجموعة شركات التطور الاقتصادي الجديد للعالم، أنا رئيس قسم تنفيذ تقنية سلسلة الكتل. 20 سنة أعمل كممولة بخبرة طويلة. في السنوات الأخيرة أنا لا أعمل، يعني لا أذهب إلى العمل وأعمل ما أحبه. والفترة الأخيرة، السنوات الأخيرة أنا يعني أدرس موضوع العملة المشفرة والقوانين الخاصة بها. وهناك أمور طبعا إذا ما قمت ب يعني التمسك بها والعمل بها بشكل مباشر لن تعرف هذه الأمور. وفي البداية كنت في البورصة الروسية وإكسما، والآن نحن الآن نعمل على المستوى العالمي. في البداية كان الجميع يعتقد أن هذه البورصة هي كانت بورصة للمبتدئين أو الأطفال. وفي يوم من الأيام اتصل بي شخص، اتصل الشخص، هل هذا يعني مزحة؟ ويقول شخص، اتصل بشخص آخر، هل يمكنك أن تبيع العملة الرمزية؟ فالشخص كان يتكلم بصوت منخفض ويقول له نعم، ويقول له لماذا أنت تتكلم بهذا الصوت المنخفض؟ هو أجابه لأنه في درس في المدرسة. طبعا الآن توجد قنوات على تيليجرام وهي مخصصة للبيع وشراء الرموز المميزة. وفي العام الماضي بدأ برنامج العملة المشفرة لدينا، والبرنامج هذا هو يعني يعمل، وكنا نحاول أن نقوم بعمل محفظة عالمية للعملة المشفرة، ونحن قمنا بهذا. الكثير يقلقون حول تطور هذه العملة المشفرة والعمول والعملة الرمزية والعملة الرمزية الأخرى، متى يمكننا بحرية القيام بمبادلة هذه الرموز المميزة الخاصة بنا؟ نعم، الكثير من الناس يعلمون بهذا البرنامج منذ فترة طويلة، ولكن الآن هناك ناس انضموا إلينا الآن، ولذلك نحن نطلب منهم أن ينضموا إلينا وإلى الاجتماعات التي نقوم بها، الاجتماعات النهائية والختامية، كي يتعرفوا على الأمور التي قمنا بها في الأشهر الماضية وفي السنوات الماضية في هذا الموضوع. ومهم جدا أن تكونوا قد خططتم لحضور الاجتماع القادم يوم السبت، هو أمر مهم جدا. هناك سنتحدث عن الذهب والبازلت والألماس وكل هذه الأمور، لكن اليوم نحن سنتحدث عن العملة المشفرة والعملة الرمزية. إذن السبت القادم سيكون للمحفظة. حسنا، في سبتمبر 2020 سيكون شهر مهم جدا، ستحدث أخبار مختلفة وعروض مختلفة وأمور كثيرة. سبتمبر هو يعني كما تعرفون هذا الشهر هو يكون شهر ميلاد الشركة. الشريحة التالية، نحن
جميعا كنا ننتقل إلى بداية أو انطلاقة التبادل الداخلي أو البورصة الداخلية من يعني المخطط إليه كان يجب أن يكون في أغسطس، ولكن تم يعني تأخير هذا الأمر إلى سبتمبر. وفي الأول من سبتمبر سننتقل إلى المرحلة الرابعة من التبادل. الكثير من الذين كانوا معنا يفهمون ما معنى كلمة الانتقال إلى المرحلة الرابعة، يعني عند الشراء ستكون المكافآت التي تحصل عليها أو البونص ستكون أقل من أغسطس، يعني عند الحصول على نقاط CRU يجب عليكم أن تدرسوا موضوع هذا الأمر، إما الآن مع خصم أو في الثاني من سبتمبر من التبادل الداخلي. نحن وإياكم سنناقش كل هذه الأمور اليوم. لماذا تم تأجيل الانطلاقة إلى الثاني من سبتمبر؟ خلال الجمعة الذهبية كما تعرفون الأبواب تكون، ونحن رأينا هناك ضغط مضاعف على الخادم، إذا ما تعرفون شيئا عن الجمعة الذهبية انظروا إلى الدردشة أو انظروا إلى أو اسألوا الأصدقاء الذين قاموا بدعوتكم إلى هذه المحاضرات. الجمعة الذهبية هي يعني خصوم وهدايا نقاط بالعملة الرمزية CRU ستحصلون عليها كهدية، وعلى الأبواب تعرفون هناك ضغط مضاعف على الخوادم، الكثير من الذين يريدون الدخول إلى التبادل الداخلي ممكن ليس للبيع والشراء، ممكن فقط للتعرف على كيفية إجراء العمليات وكيفية القيام بالبيع والشراء. هناك الكثير يجلسون لمدة ساعات فقط كي يعني يشاهدوا ويتعرفوا على أمورهم، يعني لا يعرفونها بشكل جيد. طبعا هذا الضغط على الخادم سيؤدي ممكن إلى يعني بعض المشاكل في العمليات. الكثير من الناس يعني من ممكن أن تحصل أمور، مثلا الأموال ممكن أن يعني تبقى مجمدة في أماكن معينة بسبب الضغط على الخادم. كي تفهمون الأمر، لدينا شهر 400,000 شخص يدخل إلى الموقع. نحن قمنا برفع تحليل جوجل لمعرفة الإحصائيات، يعني مثلا يوم الجمعة الذهبية مثلا أو الانتقال إلى المرحلة التالية، في يوم واحد يدخل 70,000 أو 60,000 شخص. وطبعا لحظة انتقال البورصة الداخلية إطلاق أو الجمعة الذهبية سيدخل عدد هائل من الناس، ونحن يعني قررنا أن نقوم بتقسيم التدفق الضخم هذا إلى جزئين، يعني الجمعة الذهبية على حدة والتبادل الداخلي على حدة. السبب الثاني، عندما قمنا بالإعلان عن أنه يوم الاثنين والثلاثاء سيكون هناك تبادل داخلي، سيبدأ في هذه التواريخ، عندما كان هناك يعني فكرة للبدء، هناك موقع mycryptounit.com، هناك الناس يدخلون إلى التبادل. رأينا أن هناك
كانت هناك اكتشفنا هجمات دوس على خدمة التمدن من بلدان عمان، فيتنام، الولايات المتحدة والولايات المتحدة. ممكن نحن لا نعرف من أي جهة بالضبط يعني، ولكن قام بإرسال رسائل إلى أخواتنا. إذا ننظر إلى الجزء الأيسر نحن نرى أن هناك اختلاف في الإحصائية، ونحن فهمنا أنه يعني هناك أشخاص أرادوا الحاق الضرر بشركتنا والحاق الضرر بالانطلاقة، ولذلك كما تفهمون أنتم يعني الجمعة الذهبية على الأبواب والانتقال إلى المرحلة التالية، نحن قررنا أن لا نخاطر فتح أو إعطاء فرصة لهؤلاء الناس لتحطيم كل ما قمنا بإعداده. قمنا بوضع أو اتخاذ تدبيرات حماية وقائية لازمة. لن يعني أتعبكم بهذه التسميات التقنية الصعبة، ولكن أنا أريد أن أقول لكم نحن اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة، وكما نقول أن هناك أناس غير جيدين يريدون الضرر بنا، ولكن نحن سنحاول أن نسيطر على هذا الأمر وسنسيطر عليه. وثالثا، الأول من سبتمبر الانتقال للمرحلة الرابعة، الخصم في نقاط أسعار نقاط CRU، يعني الشركة عندما تبدأ ببيع الحزمة التعليمية، إذا حسبنا كم عدد النقاط CRU المتاحة كهدية، سنحسب السعر تقريبا سيكون 30 سنت. الانتقال للمرحلة الرابعة هو أيضا يعطي لرفع مستوى الأسعار النقاط في التمدن الداخلي. أأمل أن تفهموا أن هذا القرار كان قرار يعني متخذ من قبل الرئاسة وأندري خفراتوف، السيد أندري خفراتوف. نحن قمنا بموازنة الأمور واتخذنا القرار قرار مهم لنقل أو تأجيل إلى 2 سبتمبر. أيضا أريد أن أذكركم أن التبادل الداخلي والإيداع ستيكينج هو فقط متاح لأعضاء نادي VIP، والفرصة للحصول على 100 نقطة من الأموال مشفرة CRU كهدية هو سيمنح فقط إلى 2 سبتمبر، إلى تاريخ الانطلاق. يعني تبقت لديكم أيام وساعات معدودة كي تشاركوا في نادي VIP إذا أنتم تهتمون بالتبادل الداخلي والستيكينج أو الإيداع. يجب عليكم أن تشتركوا في نادي VIP. إذا أنتم قمتم بالاشتراك للمرة الأولى إلى 2 سبتمبر ستحصلون على 150 CRU كهدية. كما ترون هناك جدول للتبادل الداخلي للستيكينج أو الإيداع. لدينا يعني شركاء الذين هم معنا لمدة سنتين، فبعد 30 يوما سيبدأ إمكانية استخدام هذه العملات. في الأشهر الأولى، في الشهر الأول سيكون 1%، وبعدها 1.5%. الذين بدأوا معنا من 2016 مارس فهم سيكون لديهم فرصة لاستخدام هذه العمل، يعني عملات غير مجمدة يمكن أن تسمى. هذاك يعني محفظة أو في البنك، يعني أنت تعطي الشركة فترة معينة
والستيكينج أو الإيداع هو بدأ من مايو، والباب اختاره ووضع الستيكينج لشهر واحد. وإذا بعدها هذه النقاط هي ستعود إليه، وبعدها سيحصل على يعني فوائد بعد كهدايا. البعض وضعوا لثلاثة أشهر، يعني هذه الحزمة من العلامات غير المجمدة CRU، وهي كانت ثلاث أشهر في الشركة، وهو سيحصل على كل شهر على عملة أو نقاط CRU. البعض وضعوا لمدة سنتين مثلا، خلال أربعة أشهر، وسيكون سبتمبر الشهر الخامس، كل شهر سيحصلون على 2.5% من CRU غير المجمدة في محفظتهم. يعني الميزانية هي محفوظة في الشركة، وبعدها يحصل على نسب أيضا. ماذا سيحصل في سبتمبر في المحفظة الداخلية في ستيكينج؟ الإيداع سينتهي في الأول من أكتوبر بنفس التعرفة التي قمتم باختيارها مسبقا. يعني حتى إذا كان في سبتمبر أنت قمت وضعت بتعريفة 24 شهرا، في الأول من أكتوبر، في الأول من أكتوبر يعني أنت ستحصل على جميع النسب المئوية لسبتمبر. يعني أنت في يونيو شهرت حصلت، وفي يوليو أيضا حصلت على نسب معينة، ولكن أنت ستحصل على هذه النسب المئوية بنفس التعرفة التي قمت باختيارها مسبقا، وكلها ستعود إليكم إلى المحفظة. يعني أنتم لن تحتاجون إلى أخذ هذه العمل مرة أخرى، يعني يمكنكم إبقاؤها. يعني أنت قمت بوضعها لمدة 24 شهرا، ولكن بحسب CRU يعني ممكن هي يعني بقيت لمدة ثلاث أشهر فقط. إذا قمت بإيقاف العمل بستيكينج وذلك لمدة ثلاث أشهر مثلا، أنت ستحصل على النسب المئوية 2.5% حتى لهذه الثلاثة أشهر. يعني يمكن أن نقول سيكون هناك إعادة حساب، وعلى أي حال أنت ستحصل على نسبة معينة. يعني كل ما قامت الشركة بالدفع إليكم 2.5% وأنت قمت بإلغاء العقد، سيكون إعادة حساب. إذا أنت قمت بتوقيع ستيكينج في سبتمبر أو في أغسطس، أنت ستحصل على النسب المئوية في لأغسطس وسبتمبر بنفس التعرفة. يعني الستيكينج الداخلي في أكتوبر سيتوقف، ونحن سننتقل إلى سلسلة الكتل بلوكتشين. نحن الآن يعني نقوم بمراجعة جميع الأرصدة وإعادة كل المستحقات للجميع، وبعدها سنقوم بتثبيت لكل منا محفظة تشفير. لدي أخبار رائعة إليكم، كل من سيستمع إلينا أو سيقرأ ما مكتوب في الشريحة سيفهم يعني الفرادة في سبتمبر.
سبتمبر هو الشهر الأخير للإيداع للCRU غير المجمدة مجمدة في داخل حساب الشخصي، ولذلك في سبتمبر يمكن شراء نقاط CRU غير مجمدة في البورصة الداخلية وتحويلها إلى staking أو إيداع للحصول على مكافآت من نقاط غير المجمدة CRU في بداية أكتوبر. يعني حتى إذا قمت بشراء في الثاني من سبتمبر أو الخامس عشر أو التاسع والعشرين من سبتمبر وقمت بخزنها كإيداع staking لمدة سنتين في الأول من أكتوبر، أنت ستحصل على نسبة مئوية كاملة 2.5%، وكأنه أن هذه النقاط هي قد كانت لديكم لمدة شهرين كاملين. هذه إمكانية فريدة بسبب بمناسبة يعني عيد ميلاد الشركة، هذه إمكانية فريدة للإيداع تؤدي إلى رفع الطلب على نقاط CRU غير مجمدة. يعني هذه الإمكانية كما قلنا تؤدي إلى رفع الطلب، نعم، على هذه النقاط وعلى التبادل الداخلي. إذا كان هناك شخص يريد أن يعني يتسرع ويبيع بخمسة سنت أو أقل، فأنتم على لستم على حق. يعني كل شخص يحصل على 2.5% كنسبة مئوية، هذا شيء رائع، لن يحدث على حتى في البورصة الخارجية أو التبادل الخارجي، لن يحدث هذا الأمر. هذه الإمكانية فقط في سبتمبر. إذا ما فهمتم هذا الشرح يمكنكم التقاط صورة لهذه الشريحة لفهم وإدراك هذه الإمكانية الرائعة التي ستكون لديكم في سبتمبر في التبادل الداخلي والإيداع أو الستيكينج للحصول على من على يعني نسب مئوية جيدة. أليس هذا رائع؟ طبعا أنا متأكد أن هذا الأمر رائع. حول انطلاق التبادل الداخلي أو البورصة الداخلية، كما تحدثنا في السبت الماضي، نحن سنتحدث لهؤلاء الذين ما كانوا في الأسبوع الماضي كيف سيكون شكل الوظائف البورصة الداخلية. كما ترون هناك لدينا مخطط أو جدول بياني على شكل شموع، هذه الشموع تسمى شموع يابانية. أنت سترى الحجم والعرض والطلب، وأنت تنتقل إلى الشريحة التالية وسترى هذا الحقل هو لوضع طلبات التبادل. التبادل بحسب سعر السوق أو والحقل الآخر بحسب السعر الآخر يعني الذي أنت تضعه. هنا نضع سعر السوق إذا أنت تحب يعني أو يعجبك هذا السعر، سعر السوق، أنت تضع عدد CRU التي تريد تحويله إلى يونت في الجزء الأزرق. وإذا أردت أن تشتري CRU غير مجمدة كي تحولها إلى staking، فأنت تختار اللون الأخضر. اليونت نحولها إلى CRU. سعر السوق هو يعني متوسط السعر، يعني أنت إذا وضعت مثلا مبلغ كبير أو عدد من النقاط كبيرة، هو سيقوم هذا البرنامج أو النظام أو السوق بالبحث عن سعر مناسب بسعر السوق. يعني سيكون ثمن الشراء قريب من المبلغ الذي هو يعني الظاهر على الشاشة.
والسعر الآخر هو سعر محدد، يعني أنت مثلا تقوم بتثبيت السعر سعر محدد، وهو سيبحث عن مشتري بالضبط بهذا السعر، يعني ليس بسعر مقارب كما في الخيار الأول. يعني مثلا أنت تقول أنا أريد أن أبيع بدولار أو بخمسين سنت، أنت تكتب هذا السعر والبيع أو الشراء سيكون بالتحديد بهذا السعر لا أكثر ولا أقل. أنت يعني بحسب استراتيجيتك الخاصة، أما بسعر السوق أو أنت بالسعر الذي تراه مناسبا للبيع أو الشراء، هذا يعني أمر يعود إليك. ننتقل إلى الشريحة التالية، ننزل إلى الأسفل قليلا، نرى هنا يعني الطلبات تكون مفتوحة أو تاريخ الطلبات. أنت ترى هناك خط مع نسبة، أنت ترى أن النسبة ترتفع بشكل بسيط لأن السوق يقوم بالبحث عن نسب يعني مقاربة لثمنكم. يعني مثلا أنا وضعت أريد أن أبيع 10,000 CRU بدولارين، هل سيكون هناك طلبات مقابلة يعني للشراء؟ نحن نرى مثلا 26% من هناك طلبات يعني لمدة لنسبة 26%. إذا ما نظرت بعين الاعتبار إلى هذه النسبة وأنت ضغطت إلغاء، فأنت ستخسر من ممكن عرض جيد، فيجب عليكم أن تنتبهوا إلى هذه النسبة وهذه الأرقام الظاهرة. وأسفل نرى الطلب والعرض، وفي داخل هذا الحقل يمكنكم رؤية ممكن سلم عدد الطلبات وبأي سعر هي موجودة. أنت ترى البعض وضعه بدولار وعشرة سنت، والبعض دولار وثمانون سنت، وأنت ترى عندما يمتلئ هذا الحقل من الطلب مثلا والعرض، عندما يمتلئ سيبدأ البيع والشراء. سيد عبد الحكيم اغلق الكاميرا من فضلك، هي تطلب منك، شكرا. نحن الآن نرى تاريخ الطلبات، يعني كل ما قمتم به من طلبات، كل الطلبات التي هي يعني كانت قد تفعلت أو حتى الطلبات التي كنتم بإلغائها. وأسفل نحن نرى هناك حقل مطول، لأن كما تعرفون هناك معلومات كثيرة حول المحفظة، ونرى أن يجب علينا أن نرى الحقل الأخير الأسفل، يعني قبل ما تضع طلبكم للتبادل يجب عليكم أن تنظر إلى الجزء الأخير أو الحقل الأخير، يجب عليكم أن تقرؤوه جيدا كي تفهموا الوضع. يعني المخططات أحيانا البيانية هي صعبة، لكن الحقول بهذا الشكل هي تكون أسهل، فيمكنكم أيضا أن تنظر إلى الحقل الأخير الأسفل وتفهم وضع السوق يعني بشكل عام. ننتقل إلى الشريحة التالية. نعم يجب عليكم أن تكونوا يعني دقيقون عند الدخول إلى التبادل الداخلي، لا تتسرعوا في تقديم طلبات تبادل نقاط سياريو في الساعات الأولى والأيام الأولى من سبتمبر. يجب عليكم أن تنظروا وتبدأوا ببدء خطوات صغيرة. هناك
يعني واحد يونت أو 10 CRU لا تضع أكثر من هذا الأعداد، 10,000 أو 100,000، لا 10. ابدأوا جربوا بخطوات ثابتة وكي تتجنبوا الأخطاء. يعني ما تحدثنا عن هناك يعني ضغط على الخادم، نحن كما كنا نعمل على حل هذه المشكلة، لدينا أدوات أيضا كي يكون هناك طابور أو دور للدخول إلى يعني الموقع. نحن نخاف من الضغط الذي سيحصل على الخوادم. وطبعا السعر، المتداولون المتمرسون هم سيبدأون بالشراء طلبات ضخمة، وهذا ممكن يعني أنتم تؤدي إلى دفعكم إلى اتخاذ قرار لبيع بأسعار منخفضة، وأنتم بعدها سيخيب أمالكم وستهمون الشركة بأن الشركة لم تخبركم بهذا الأمر. يجب أن تكونوا يعني على نسبة من التأمل وعدم التسرع. البورصة والتبادل هو ليس بي تو بي، يعني شخص أمام شخص، لكن هذا سيكون يعني هناك عدد ضخم من الناس والمشاركين، ولذلك يعني تأكدوا من أن الصفقة التي وضعتموها هي لا يمكن بعين الاعتبار أن الطلبات التي تم تقديمها لا يمكن إعادتها. الآن نتكلم عن التوكينات الخاصة بنا، في كل ويبينار يجب أن نكرر ذلك أكثر تفصيلا. CRU عبارة عن السهم رقمي، يعني عددها 80 مليار UNTP، هو CRU التقني أو التكنيك، يعني يمكن مقارنته بالإثيريوم. يعني للتبادل مع العملات الأخرى. هو توكن تكنيكي أو تقني. على هذه العملة أو التوكن تحسب الذاكرة إلى آخره أثناء الشراء، ويجب أن يشتريه جميع المشاركين. جميع الشركات، جميع المشاركون يجب أن يقتنوا اليونتيبي كي يتمكنوا للدخول إلى البلوكشين. وهناك USDU الدولار الرقمي، نحن نضع الدولار في المحافظ. يعني يمكن أن يغطى بالدولار العادي النقدي. الشريحة التالية، نمشي إلى الأمام. كيف سيكون تكون المحفظة؟
في المكتب الخلفي الخاص. سترون الوحدات الرقمية لكم في البلوكشين. وسترون الأرصدة مليون تي بي والدولار لأس تي يو. يعني كيف تحصل من بعد التخزين أو بعد الإيداع؟ ويبين كم المصادر خلال المحفظة الخاصة بك. هناك نقاط مختلفة بالألوان. فطبعا سيرتبط ذلك بالذاكرة الموجودة عندك. إذا الدائرة اكتملت هذا يعني أن الذاكرة عندك اكتملت. أي لا يوجد عندك يعني رصيد في الذاكرة. يجب أن تقوي الذاكرة أو تشتري أكثر من وحدات يو إن تي بي. وعلى البلوكشين خاص بنا يمكن أن نلاحظ الإحصائيات الآن يمكن أن يحتل 16% جيجا بايت أكثر من 51% مشغول الذاكرة. ويجب أن أشتري خدام آخرين أو خدم. وأن نوسع أول بأول الذاكرة. يعني كل بلوك يحتل 19% ثانية من الثانية. هو حاليا أقل من نصف ثانية يحتل العمليات المختلفة. وكل بلوك مثلاً 1 ميجا بايت من المعلومات. أي كم عدد المعلومات التي يمكن إدخالها في البلوك الواحد. سترى في الحسابات عندما تدخل البلوكشين ستلاحظ في حسابك كم تحتل ذاكرتك في هذا البلوك أو في البلوكشين. يعني الحديث عن الرام زائد سي بي يو زائد النت. اليو ان تي بي هو تقريبا 16 كيلو بايت. ترى أن السي بي يو زائد النت تختلف عن الحسابات الأخرى في المحفظة. الشريحة التالية عندما ننتقل في شهر أكتوبر إلى البلوكشين نلاحظ السي بي يو في المحفظة. على البورصة الخارجية نشتري ونبيع. ستصبح توكنات ونبيع الوحدات المحررة المخرج عنها. والإيداع يتم داخل المحفظة.
ونلاحظ هناك سهم كم عندك من الوحدات المحررة؟ نلاحظ على هذه الشريعة 37,000 وحدات محررة، وتختار كم سترسل إلى الإيداع أو التخزين. ممكن أن ترسل 20,000 ويبقى 17,000. وفي الأسفل يوريك تريك المحفظة يعني كم عدد التوكنات في المنوت الواحدة في الدقيقة الواحدة. أنت اخترت إدخال 20,000 إلى التخزين. عندما تتعب يمكن أن تضغط على الزر على اليمين ويمكن أن تدخل للبلوكشين، وبالتالي يستغرق الخروج من الإيداع 72 ساعة. فتبدأ الزيادة هناك في حسب اللون الأخضر الموجود. عندما ترى أنه تم زيادة عدد اليون تي بي 100 أو أكثر، وبعد ذلك يمكن أن تطلب كميات إضافية من اليون تي بي. ستقع يعني او تنزل اليون تي بي في محفظتك لانك طلبتها، وترسلها الى البورصه او يمكن ان ترسل اليون تي بي التي طلبتها الى اليون تي بي التي تم يعني تعديلها، وتحصل يعني تحويلها الى العملات الاخرى الروبل وغيرها من العملات. اعتقد اصبح لديكم مفهوما بعد ان قدمنا الايضاحات المختلفه كيفية الحصول على اليون تي بي. الكل وضعوا إشارات زائد يعني لدليل. هناك معلومة رائعة جدا أيضا، الجمعة الذهبية لغاية 31 أغسطس. هناك يعني وقررنا أن مدة هذه الجمعة الترويجية الذهبية لإعطاء الناس الفرصة لأخذ الهدايا بأسعار جيدة ورائعة. الكثير يفكرون لدي نقود، $850 أو ما هو الأفضل أن أعمل؟ أنتظر إلى 2 سبتمبر؟ يفضل أن أشتري وحدات محررة أو عملة، لن أشتري بالتخفيض، أنتظر البورصة. ماذا سيحدث ربما في 2 سبتمبر؟
ما لن يكون بعد ذلك جمعة ذهبية، والسعر سيرتفع وننتقل إلى المرحلة الرابعة، لن يتم البيع على البورصة، سيكون مثلا في 50 سنت السعر، وهذا الانتظار أن سيكون هناك مبيعات كبيرة في البورصة، فستوفى تخسر الفرصة لتزيد محفظتك من العملات. يعني مختار أنه على مفترق الطرق ماذا سيعمل، ويضيع الفرصة لزيادة عملاته نقاط السيارية. أنا لو محلكم سأستخدم الفرصتين، ممكن شراء باقة في الجمعة الذهبية، $1,000، ويشتري طبعا يونت بتخفيض ولا يعرف ماذا سيكون على البورصة عندما تكون هناك مبيعات قوية. هنا في ضمان للبيع والشراء بالجمعة الذهبية، والمهم أن نتوقف كل ما تكلمنا عن الجمعة الذهبية. مهمة، معلومة. ستكون متاحة الفرصة لرجال الأعمال ببيع الباقات باقات تعليمية مثلا ب 8,000 يونت أو دولار، والحصول على هدايا بالكرو، يعني التكاليف للباقات التعليمية للشخص القانوني الشركة المقصودة. يعني عندما تشتري المؤسسة لموظفيها تذاكر طيران، ويتم يعني عندما طار 10 مرات في مهمات، هذه التكاليف التي تم صرفها، وتعطي الهدية لهؤلاء يعني بهذه الهدايا يمكن أن يطير ويسافر هو وعائلته. يعني الشركات يمكن أن تشتري باقات تعليمية كهدية. ما هي المجموعات الرقمية؟ يعني يمكن إجراء حسابات أي عندما تأخذ أي شركة العملات أو نيو تي بي، عندما أخذت هذه الوحدات مجانا، مثلا في 8,000 وحدة، يمكن أن يظهر ذلك في أرصدته
مثلاً 10,000 وحدة بسعر صفر. عندما يتم إغلاق الحسابات لسنة كاملة سترى يعني نبدأ بتحديد الأسعار على البورصات الخارجية يعني مثل ما يقرر والبنك المركزي الروسي تحديد الأسعار عرض أسعار روبل طبعا ويتم أخذ ذلك بعين الاعتبار. هذه القواعد المعتمدة يعني حسب سعر العملات يعني حسب سعر الروبلات والدولار إلى آخره. سيتم اتخاذ الأسعار يوميا حسب أسعار الروبل والبورصات في موسكو والبنك المركزي. ويمكن أن تلاحظ خلال شهر كامل كيف النشاطات دخلنا 31 ديسمبر ونرى أسعار الوحدات أو العملات الكريبتو مثلاً 10,000 عملة مثلاً 10,000 دولار. وعندما تنتقل الأسعار أو تزداد من الصفر إلى دولار يبدأ إرسال يعني الأرباح أو حسابها إلى الزبائن والموظفين إلى آخره. يعني يمكن أن تتبع يعني مختلف الشركات والمؤسسات وأن يستطيع أن يتبع هذه الهدايا للموظفين المستخدمين كهدايا. يعني السعر المبدأ يكون صفر وهذا الفرق للأسعار أو الأرباح يجب أن يدفع الضرائب أيضا. يتم دفع الضرائب لهذه الأرباح فقط عندما تتم صفقات البيع. ويعني يزداد ذلك كلما ازدادت ممتلكات وأصول الشركة. وبعد ذلك يمكن إعادة تقدير الممتلكات أو رؤوس الأموال. مثلا شراء مكتب سعره اليوم 150,000 دولار. ويعتبر يعني قبل بيعه يعتبر عبارة عن ممتلكات وأصول. يعني أول دفع الضرائب للأرباح. يجب ملء البيانات كربما تحويل بنكي أو بطاقة المدير لهذه الشركة والمؤسسة يعني فيزا ماستر كارد. ويمكن ملء الحساب من هذا الكارد أو الفيزا. هذه الأخبار الرائعة أنتم الآن يعني مفهمين الشريحة التالية أسئلة وإجابات. سأقرأ الأسئلة أول بأول. الكل بسرور عالي يعني السؤال أسئلة
لم انتهى الإيداع ب 24 سبتمبر. سأدخل ذلك مرة جديدة، سأحصل على كل سبتمبر يعني فوائد سبتمبر. نعم هل الطلبات المحددة، الطلبات المحددة للأسعار المطلوبة في البيع يعني يمكن باليد الغائب يدويا عندما ننتقل البلوكشين؟ يمكن أن ترسل فقط الوحدات المحررة إلى الأصدقاء بدون أي دفع يتم إرسالها لمن تريدون. ما هي تقديراتكم عندما يتم الانتقال إلى البلوك الخارجي الأسعار يعني التوقعات؟ ليس أقل من نصف دولار أو دولار على الأقل. هناك أحداث تراها كبيرة ستكون فيها الثابت في أكتوبر. هذه الأحداث ستؤدي إلى رفع أسعار العملات الرقمية CRU. أنا جديد، كيف أنا مستثمر جديد، كيف أدخل عملاتي في البلوكشين، في عفوا في التوديع او التخزين لداء؟ فيجب ان تكون عضوا في الـ VIP اول شيء، وستحصل على 150 بالس CRU. انا لا تعرف التاريخ اليوم، التاريخ هو 29 اغسطس. وبتسجيلك من VIP سترى ما هي الوحدات المحررة. هل سيكون هناك تبادل بين الناس في التبادل الداخلي؟ فقط من خلال البورصة سيكون. هل يجب أن تكون بالVIP عضو لكي تتابع على البورصات الخارجية؟ بعد ذلك يمكنك التخزين والإيداع لأنك عضو أو شريك. لا توجد عملات للانتقال من مكان إلى آخر في المحفظات. يجب أن تكون الذاكرة كافية عندك. يمكن 10 توكنات تكفي لنصف سنة. إذن سيتم إرسال العملات أو الهدايا إلى الحساب البونص، حساب المكافأة. سؤال، لو وضع أندري فودربش والمدير التنفيذي كل وحداته وعملاته، لأن لم يبقى لأحد عملاته، كل شيء سيحدث بشكل نسبي، تناسب قرضي. وكم عندك من الوحدات المخزنة؟ ليس أدري فقط كميات هائلة، وكثير من القادة والرؤساء وغيره مستثمرين.
لا الكل يعني يستحقون الشهادات والشكر وال لا داعي أن تنظر إلى حديقة الجيران والبستان الآخرين. هل يمكن أن أقف عمليات الإيداع والتخزين؟ إذا أنت خرقت هذه الاتفاقية سيعيد الحسابات على فكر هل لك مصلحة في ذلك أم لا؟ فكر واحسب. هل يمكن أخذ الوحدات المحررة لإيداعها في البلوكشين؟ هناك ستكون هناك بالنسبة للوحدات غير المحررة ستكون قواعد أخرى وبالاقتراب من أكتوبر سنشرح لكم ونوضح لكم كي لا تتعبوا رؤوسكم وبالتالي. سؤال آخر، متى ستبدأ وظيفة التي تمنحنا من برؤية عدد الوحدات CRU المحررة أو غير المجمدة؟ يعني الآن هذا الأمر غير مريح وغير واضح. نعم الآن المختصون بدأوا بمعالجة هذا الأمر أو النظر في إيجاد وظيفة كي تكون هناك إمكانية لمعرفة كم عدد الوحدات المحررة وإلى آخره. متى سنبدأ باستخدام المحفظة؟ في أكتوبر سنبدأ بالاستخدام عندما ننتهي من جميع الأمور المتعلقة بالانتهاء من الستيكينج أو الإيداع، وبعدها في الأشهر القادم سنبدأ باستخدام المحفظة، محفظة التشفير. كل ما يخص أمور التحرير أو عدم التجميد للوحدات CRU هي كلها كانت موجودة في الأشهر الماضية هذه المعلومات، وفيما بعد أنا سأخبركم عن هذا الأمر يعني اجتماع آخر. هل يمكن أن السؤال عن الجمعة الذهبية، ما هي الحزمة والخصم الذي سنحصل عليه؟ في نهاية بعد 3 أشهر بعد انتهاء التبادل، كيف سنعرف أي وحدات كانت هي يعني مجمدة وأي وحدات كانت غير مجمدة أو محررة؟ لدينا بعد التحرير هي ستعود مرة أخرى إلى التجميد، يعني سيكون الأمر واضح. ماذا سيحدث ليو أن تي بي إذا كان غير مطلوبة أو غير لا يوجد طلب عليها؟ لن يحدث أي شيء، هي ستبقى مخزونة وهي لن يعني تختفي، هي موجودة لكم عندكم وهي ستبقى مخزونة ولا أحد يستطيع أن يستخدمها غيركم. هل يمكن للشخص أن الشخص بمساعدة المحفظة تبادلها مع النقاط مع بقية الأشخاص؟ نعم هذا الأمر أستطيع أن أقول غير ممكن الآن من داخل الحساب الشخصي. كيف يمكننا توزيع CRU في سلسلة الكتل؟ أنتم يمكنكم أن تنظروا وتشاهدوا هذا التسجيل لاجتماع اليوم فستفهمون الأمر. هناك أسئلة متكررة، هل يمكن
الانضمام إلى نادي VIP في سبتمبر؟ طبعا ممكن. ما هي رؤيتكم في سنة 2023؟ في 2023 طبعا من الرائع أن نشاهد هذا التسجيل، تسجيل اليوم بعد 3 سنوات. أنا لست يعني متنبئة، لا أستطيع أن أضع تنبؤات، ولكن أعتقد في 2023، في نهاية 2020 سيكون لدينا بداية في إرسال أموال لبناء مصانع لاستخراج الذهب في أماكن في روسيا التي حصلنا عليها كنسبة 50%. 100 مليون دولار ستخصص لهذا الأمر. في هذه السنة إذا بدأنا بجمع الأموال لهذا الأمر، في 2023 2022 يبدأ البناء، بناء المصنع، وفي 2023 نبدأ في الشهر إنتاج كمية ضخمة من الذهب شهريا. طبعا 2023 سيكون هو عام يعني للأرباح الكبيرة. هل يمكن الحصول على UNTP قبل بدء التبادلات؟ لا، UNTP هي لا تباع، هي تقدم إليكم بنسبة 10 UNTP في محفظاتكم في البداية، وبعدها كل ما سيحصل عليه الأشخاص من الإيداع أو ستيكينج هي ستكون على التبادل الخارجي بسعر 1 سنت. متى يبدأ بعد التحرير؟ بعد 300 يوم، وفي الشهر الأول سيبدأ التحرير. يعني كل 6 أشهر بنسبة 1%. وعندما ننتقل إلى عملية STO 365 يوم، يعني بعد مرور سنة بحسب القانون. واليوم نحن نستخدم القواعد السابقة، فنحن يمكننا أن نقدمها أو نغيرها عند الانتقال إلى STO. أريد أن أستخدم وحدة التعليم والمعلومات الذهبية، هذه حزمة هي ذهبية، هل يمكن شراؤها؟ نعم ممكن. متى سيبدأ نشر الورقة البيضاء أو white paper في سبتمبر؟ أنا أعتقد الآن لدينا يبدأ التسجيل حاليا، والتسجيل هو يمر بشكل يعني جيد، والورقة البيضاء هي مقسمة إلى جزئين: private memorandum هو يعني وثيقة مغلقة وفيها معلومات خاصة لا يمكن نشرها على الموقع، هم فقط يمكن التعرف عليه من قبل هؤلاء لديهم دخل 1 مليون دولار في الشهر، والذي يكون لديهم 200,000 دولار في الحساب، يعني هذا فقط. لكن الملحق بهذه الورقة البيضاء ستكون معلومات التي أنتم تعرفونها أصلاً، ومعلومات موجودة على الموقع وفي خططنا
المستقبلية هي موجودة في الوايت بيبر أو الورقة البيضاء. هذا أيضا أنتم يعني تعرفون هذه المعلومات. فقط عندما سننتهي عندما سيتم نشرها على لجنة الأوراق المالية في الولايات المتحدة سنقوم بنشرها أيضا. هناك سؤال عن النسب، يعني لا أعرف كيف أخبركم عن هذا الموضوع. في البداية هناك تغييرات في بعض الأمور، نحن قمنا بهذا الأمر. الآن لدينا يعني يتم نشر الوثائق التي قمنا بإرسالها في منتصف سبتمبر. أعتقد أندري فودروفيتش سيقوم بإخباركم عن هذا المعلومات. هل إذا كان الشخص الطبيعي أو شخص اعتباري هو هل يمكنه أن يحصل على جميع المخصصات من UNTP وماستر بروف والأرباح كشخص اعتباري أو كشخص طبيعي؟ كما قلنا أنه بحسب فكرة الطيران الدفع بالأميال، يعني المدير التنفيذي هو يعني مختص بهذا الأمر. حتى الأشخاص الطبيعيين في نهاية السنة يجب عليهم أن يقوم بدفع الضرائب، يعني حتى إذا هو حصل على CRU كهدايا وقام ببيعها في البورصة وحصل على دخل، فهو أيضا سيحصل على الدخل، يعني هو سيدفع ضريبة في روسيا 13% للأشخاص الطبيعيين. يعني الشخص هو يجب عليه أن يتخذ القرار بنفسه إذا في كان له يعني نظام مبسط من الدفع الضرائب، فهو يعني سيقرر. يمكنه أن يدفع 7% عن طريق المؤسسة التي يعمل بها. يعني هذا الأمر هو يعود إليكم أنتم تقررون. هل يمكن خزن أو تخزين المفتاح؟ هناك البيسك، أنتم تقومون بإخبار الإيميل أو البريد الإلكتروني للحصول على المفتاح، والمتقدم المرحلة المتقدمة الخير المتقدم ستحتفظون بالمفتاح لديكم. هل هناك تحديد في CRU لشراء هو 2000 وحدة الحد الأقصى للشراء وللبيع 10,000 CRU لي يعني طلب واحد، هذا هو الحد الأقصى والحد الأدنى. اللجنة التي متخصصة بالتسجيل ممكن أن تؤجل التصريح. لا، نحن لا نعتقد أنها ستؤجل وسيتم كل شيء في وقته. هناك سؤال آخر للتواصل والدخول إلى staking، فماذا يجب على الشخص أن يفعل؟ هو يعني الآن يجب أن يشارك، ولكن في المستقبل في سيكون لديه إمكانية لاستخدام
المحررة وغير المحررة من النقاط. لكن الآن هو في البورصة يمكن أن يحصل على المحررة فقط. التبادل هل سيكون أوتوماتيكيين؟ أوتوماتيكيين كما ذكرنا هناك فيديو كيفية عمل هذا الأمر. في الأسبوع الماضي في السبت الماضي تم إرسال هذا الفيديو إلى الحسابات الخاصة وتمت الترجمة إلى لغات مختلفة كيفية عمل التبادل الداخلي. إذا ما شاهدتم هذا المقطع يمكنكم مشاهدته في قنواتنا على يوتيوب وستفهمون كل شيء. ماركت كاب، هل ستكون المعلومات العملة المميزة منشورة عليه؟ نعم ستكون هناك معلومات عن التوكنز. نحن نشاهد ونراقب لمدة 3 أشهر، يعني الرموز هي بقيت وبعدها سنشارك. ممكن قبل 3 أشهر ولكن هي موجودة. كيف يمكن أن أحصل على UNTP؟ UNTP كل 40 ثانية تظهر 40 UNTP، 7 ملايين مليون رمز في اليوم تظهر. كل شخص يضع CRU في staking سيتم توزيعها على الجميع أكثر أو أقل، ذلك يعني متعلق بالمبلغ 207 مليون في الشهر وهي توزع على الجميع. ما يمكن أن نرى رؤية الشهادة من اللجنة ستيك، أنا أعتقد سنراها في اللقاء المغلق. هل ستكون هناك حزم أخرى بألف؟ ليس فقط الجمعة الذهبية ولكن الدفع الآجل. نعم ستكون هناك حزم. التحقق في سلسلة الكتل غير موجود لأن المحفظة هي يعني خاصة، لا تخلط بين المحفظة وبين البورصة. لا توجد هناك إمكانية لنقل المعلومات بشكل أوتوماتيكي إلى البورصة. هناك يعني تحقق ولن يتم نقل أي شيء من أكاديمية المستثمر الخاص إلى البورصة بشكل أوتوماتيكي، لا يوجد. نعم نحن سنبدأ نحصل على UNTP بالستيكينج أو الإيداع. هل سنحصل على مكافآت بروف؟ نعم سنحصل UNTP مقابل ستيكينج. الآن لا نحصل على يمكن الحصول على UNTP، هذا الأمر غير جائز الآن. هل يمكننا أن نأخذ مبالغ من مبيعات إلى البنك؟ يمكنكم أن تروا ما هي مثلا بيتكوين. بيتكوين توجد شركة تعمل مع العملات المشفرة والتحويل إلى فيات. هو أيضا يجب رؤية النظر بهذا الموضوع. أحيانا يتم إغلاق هذه الإمكانية. يمكنكم طرح هذا السؤال في 5 سبتمبر، سيكون هناك تقرير وطرح السؤال حول هذا الموضوع هناك. ما هي نسبة مكافآت الولاء في سبتمبر؟ في 5 سبتمبر، لا في أكتوبر، مكافآت الولاء هي تمنح من خلال حجم التبادلات في الشركة.
يعني مثلا في سبتمبر كان حجم التبادل 10% من هذا المبلغ سيتم توزيعه بحسب البرنامج. بعد كم يوم ستظهر CRU من الإيداع المحررة وغير المجمدة. إذا تحدثنا عن staking في الحساب الخاص ستظهر في نفس اليوم في المحفظة، ولكن إذا تحدثنا عن الإيداع في سلسلة الكتل أو بلوكتشين بعد 3 ساعات. كيفية نحن هذا سؤال متكرر، هناك سؤال عن UNTV. نعم أجبنا أيضا، لا يمكن شرائها بشكل منفصل، يمكنكم الحصول عليها إذا كانت لديكم CRU وحدات وقمتم بوضعها على الحساب الخاص. يجب علينا توقيع عقد موجود باللغة الروسية، هل يمكن ترجمته إلى اللغة الإنجليزية؟ أنا أعتقد أن هذا العقد هو خاص بالتبادل الداخلي، الترجمة هي قائمة على هذا الأمر بالإنجليزية والعربية والإسبانية، وعندما ستكون هناك تحديث كل هذه الترجمة ستكون موجودة، كل هذه الشروط ستكون للتبادل الداخلي ستكون موجودة بجميع اللغات. ما هي المكافآت؟ مكافآت بروف في أكتوبر هي ستكون نفس 10%. كما قلنا لا يتم نقل أي شيء بشكل أوتوماتيكي، أنتم تنتقلون إلى المحفظة، تقوم بنقل بحفظ 12 كلمة سرية والرمز السري وتحويل CRU الخاصة بكم إلى سلسلة الكتل. اليوم في Explorer لا يتم إظهار هذه النسبة أو الأعداد، عند الانتقال إلى محفظة التشفير لا يهم النسبة التي وصلت إلى، المهم هو سيكون ما هي عدد الرموز المحررة بشكل فعلي. هناك سيتم إظهار جميع المعلومات، جميع العمليات التي قمتم بها هي واضحة، ولكن فقط تحرك CRU غير المحررة هي لا تظهر. أنتم تضغطون نقطة أو زر الانتقال إلى بلوكشين وسترونها. ما سيحصل مع UGPay؟ يعمل في هذا الأمر المختصون، يحاولون إيجاد حل لموضوع فتح حسابات في البنوك السويسرية مثلا وغيرها. يتم يعني العمل مستمر ولا نتوقف عن أمل حتى اليوم واحد. ماذا عن السؤال؟ متى ستكون بطاقاتنا جاهزة؟ طبعا البنوك هي التي تحدد هذا الأمر، بعض البنوك تأخذ عمولة فقط ل إعطاء البطاقة، منح البطاقة، هي تعمل لمدة 3 سنوات هذه البطاقات،
ولا توجد عمولات أخرى، ولكن بعض البنوك تمنح البطاقات مجانا ولكن تأخذ دولار أو 3 دولارات شهريا للخدمة. أنا أعتقد أن الأفضل أنت تدفع مرة واحدة عند الحصول على البطاقة وبعدها لا تدفع شيئا. يعني هذا متعلق بالبنك، نحن لا نستطيع أن نقوم بإصدار بطاقات مصرفية، لأنه في كل دولة توجد قوانين معينة للبنوك. في روسيا مثلا البنوك المشاركة هي تسمى بنوك آجلة، يعني هي قام بإنشائها مثلا مصرف روسي. نحن نعتقد أنه سيكون في روسيا مثلا بنك معين مخصص، وفي الولايات المتحدة قوانين خاصة ودول أخرى. كيف سيتم إعطاء الرمز السري المكون من 12 كلمة؟ أنت يمكنك عند الدخول إلى الحساب الشخصي سترى 12 كلمة، ولكن فقط هؤلاء الذين جاءوا من الخارج سيكون لديهم يعني شفرة أخرى، ولكن بالنسبة إليكم المشاركين اليوم يمكنكم مشاهدة الكلمات أو الحروف 12 الخاصة بكل واحد منكم. بعد STO هل سيتم تحرير رموز CRU بشكل مختلف؟ لا، ستكون العملية نفس الشيء. كما تعرفون اليوم لدينا كثير من الرموز، 80 مليار، لا يمكن خلال 360 يوم تحرير جميع الوحدات، سيتم تحريرها بشكل يعني تدريجي. هل أحد سيقوم بشراء طلباتكم بشكل أوتوماتيكي؟ لا، الشراء هو سيكون من قبل الناس وليس من قبل سلسلة الكتل بلوكتشين. يعني أنت قمت بإعطاء طلب لتقديم طلب للبيع، ويأتي شخص أيضا مثلك لشراء. سلسلة الكتل البلوكتشين لا يقوم بشراء أي شيء بنفسه. إذا لا يمكن الشراء UNTP، فهل لا يمكن بيع UNTP؟ اليوم لا يمكننا الشراء لأنها لم تولد أصلا اليوم، ولكن شركة العملة المشفرة هي لا تبيع، ولكن اليوم الناس الذين لديهم رموز CRU وهي موجودة في الإيداع أو الستيكينج هم سيحصلون على UNTP وهم سيبيعونها ويمكنكم شرائها، ولكن هذا فقط بعد الانطلاق. داخل الحساب الشخصي أنت تستخدم معاملات للبيع والتبادل، كل شيء ينتقل إلى المحفظة. أنت اشتريت 10,000 وحدة ولديك 100,000 عملة أو نقطة في التبادل الخارجي. يعني هذه النسبة هي تكون محفوظة في المحفظة. أنت تضغط زر لتحويل هذه
العملة أو النقاط إلى كلها ستحول إلى محفظة تشفير، لكن هذا لا يعني أن رموزكم الخاصة هي لن تكون بشكل أوتوماتيكي في البورصة. يعني هناك خطوات لتحويل الرموز من المحفظة إلى البورصة. يعني إذا كانت اليوم في الهاتف موجودة، فهذا لا يعني أنها هي موجودة على البورصة، لا أحد يستطيع أن يحصل عليها، هي تابعة لي لأن لدي رمز سري لإدخاله للحصول عليها. عندما تقوم بفتح محفظة التشفير يمكنك أن تصل إلى الحساب الخاص، وأنا أعمل أنه لا يوجد شخص آخر لديه إمكانية دخول حسابكم الخاص. أنت تقوم بإدخال الرمز السري، وهذه الرموز هي تكون إليكم فقط ولا أحد يمكنه أن يحصل عليها. أأمل أن قمت بالإجابة عن هذا السؤال. لا أرى أسئلة أخرى. أنتم تكتبون أسئلة من جميع الغرف أعتقد. نعم من الغرف. سنقوم بتوجيه بعض الأسئلة بشكل شفهي. هناك أنواع مختلفة من إمكانية الدخول إلى البورصة. كما ذكرنا الأسعار هي تكون أما سعر السوق أو السعر الذي تحددوه أنتم. متى يمكن الحصول على بطاقة؟ هل يمكننا أن نقوم بتحويل هذا المبلغ إلى أموال؟ هذا السؤال هو يعني لليو جي بي اي في. أنا أعتقد أن في الاجتماع المغلق سيتم الإجابة عن هذا السؤال. لا أستطيع أن أقول أن البطاقات ستظهر غدا. هناك يعني أمور مختلفة للحصول على هذا الأمر. يعني هناك معاملات كثيرة. أنا متأكد أن هذا الأمر سيحصل، هذه البطاقة ستكون موجودة، ولكن لا أستطيع أن أقول في أي وقت بالتحديد. سؤال أخير من الدردشة. ماذا سيحصل مع الوحدات غير المحررة إذا ما كنا أعضاء في النادي؟ لن يحصل معها أي شيء، يعني هي ستبقى في محفظتكم، لن تتغير. أنتم لا تريدون مثلا استخدامها، هي ستكون موجودة لديكم ولن يحدث معها أي شيء. ليس بالضرورة أن تكون عضوا في نادي في اي بي. انت ستقوم بتحويلها من المحفظه الى بلوكتشين او سلسله كتل، هي ستبقى محفوظه ولن يحدث معها اي شيء. هذه الاسئله هي يعني الموجوده، بقيه الاسئله تتكرر. حسناً أصدقائي، لدينا سؤال في الغرفة الإيطالية. ما هو ثمن CRU اليوم إذا قمنا بتقسيم هذه الوحدات؟ من الممكن للشخص أن يحصل عليها 20 سنت تقريباً، من 20 إلى 25 سنت، يعني 30 سنة تقريبا ستكون في المستقبل. شكرا.
بعد سنتين هل يمكن الحصول على العمولة من بلوكشين ببطاقة سكايواي؟ هذا سؤال صعب جدا. هذا السؤال يعني غريب، لا أعرف صراحة. في محفظتنا الرقمية هناك بوابة أيضا، سيتم إطلاق بطاقات من أولاً ننتظر سنتين، يعني هي الحصول على النقود من خلال البطاقات التي سيتم إصدارها. أي تحويل النقود إلى الكات والحصول على النقود أقل من سنتين. لو أحد انضم إلى الكات بالأمس كيف سيضع النقود في التخزين؟ يعني شهر ويومين، شهر يعني يجب أن تشترك مرتين، تدفع مرتين لتحصل مرتين على التخزين بالبونصات. سؤال أيضا، هل ستكون الذاكرة كافية بالأندرويد للحفظات؟ ماني لن يأخذ أي حيز هذا المفاتيح على التليفون الأندرويد إلى الموقع الذي تم تحديده. أو كلمة السر المؤلفة من 12 حرف من خلال المحفظة الداخلية. لا تستطيع تغيير هذه الحروف، لذلك لا تستطيع ولن تستطيع الدخول إلى البلوكشين. يمكن أن تفتح حسابا آخر غير مرتبط بالحساب الخاص بك بحروف أخرى ورموز أخرى. سيكون لديك محفظتان من يعني يمكن أن ترسل العملات المحررة إلى أحد المحفظات والحسابات الأخرى أو العملات غير المحررة إلى المحفظة الثانية.
الكثير من المشهورين عالميا والسوبرستار لتقنيات مختلفة ووضعوا هذه الحسابات للبيع. هناك أكسون يعني المقصود في بازار عالمي يجب أن تدفع يعني من اليو ان تي بي معين أو كمية معينة. ماذا سيحدث لو أن المحفظات لم تعمل منها تحقق منها verification؟ سوف لن يسمح لهم أن الانتقال إلى البلوكشين. أنا أفكر أعتقد يجب أن نحافظ على هذه المكاتب الخلفية 3 سنوات وكتابة رسائل على لكي نحدد ونقدر هذه الممتلكات والأصول. يعني نفكر بأن أكثر من 50% من الناس يدخلون إلى الحسابات ولدينا أكثر من 800,000 حساب. أربعمائة ألف هذه مجموعة ممكن في شهر يوليو دخل 100,000 والشهر الثاني 100,000 إلى آخره. والكثير من الناس لا يدخلون ولا يتطلعون إلى حسابات المكاتب الخلفية. نذكر أن إذا كان لديكم مجموعات كبيرة من الأعضاء المستثمرين وسنحافظ على أو نحفظ هذه الحسابات لمدة 3 سنوات كيف سنبحث عن الناس الذين لا يتابعون مكاتبهم الخلفية أو حساباتهم. من الغرفة الإيطالية السؤال. يعني بعد الانتقال إلى البورصات الخارجية سنرى الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات الأخرى للحصول على التوكينات من شركتنا. سيكون هناك توكنات مختلفة، توكن للذهب، توكن يعني أكثر من 3 أنواع اللي هو STO للذهب، يعني هناك تسميات مختلفة MSSTO أو Utility حسب نوع يعني ربما للعقارات أو للذهب أو للأشياء الأخرى. هل سنحصل على الولاء أثناء المبيعات؟ لا أعرف. لا نعم. برنامج الولاء لغاية أكتوبر 2021
وأشرنا إلى ذلك. وسبق هذا الدرس لديك الله ربي. سؤال من الغرفة الإيطالية. يسأل عن الولايات المتحدة خلال اليوم ستحصل على العملات المتحررة بعد انتهاء التخزين. يعني عند انتهاء عملية التخزين خلال اليوم تظهر هذه العملات. في نفس اليوم يتم استعادة أو الحصول على الوحدات المحررة خلال عدة ساعات. وفورا يمكن أن تسجل على 24 شهر لتخزين العملات. ويمكن أن تلغي العقد وتضعه لمدة 24 شهر. ستكون عروض سيكون هناك عمل كبير. عروض ستكون على التليفون تطبيقات. يعني سيكون هناك محفظة باردة في السنة القادمة في شهر يونيو. كليتجر أو كأدوات سيكون فيها عدد من العملات. يعني في المحفظة الخاصة يتم الحصول عليها. سؤال. لنفرض 15 سبتمبر يضع لي لمدة سنة 2.5 مليون. حتى لو مر 15 يوم صح سيكون يعني حسابه لمدة سنة على الرغم 15 يوم ويحصل على 2.5%. صح هذا صحيح. سنحصل على الرقم 13 بعد الخروج الى البلوكشين. هل يكون متاح الايداعات لمده سنتين او 2.5؟ سينتهي الستيكينج من بداية 1 أكتوبر الإيداعات يعني. وجميع التوكنات ستأتي إلى رصيد المحفظة. سؤال. بعد الحصول على 2.5% وأخذ النقود أي 15% تم الحفظ.
كل شيء سيعود إلى الرصيد. كل ما أرسلها سيرجع إلى كل الوحدات أو التوكنات ستبدأ إلى الحساب بعد 2 أكتوبر التي كانت في الإيداع أو التختيم. أشكركم على المشاركة الفعالة والأسئلة تتكرر. سؤال آخر سؤال. هل هناك تحديدات للتبادل اليومي؟ كل شيء في المكتب الخلفي. أنا موافق على كافة التعليمات. افتحوا هذا الدوكيومنت أو الوثيقة واقرأوا. كل شيء سيكون مطلوبا. ما هي المحددات؟ يعني الحدود، يعني الهوامش للبيع والشراء من الوحدات أو من أو اليونت الدولارات. أعتقد أننا أجبنا على جميع الأسئلة. وتابع وراجع التسجيل. يعني هناك يعني حول الهدايا وحول المعلومات الرائعة. الثاني من سبتمبر يتم الإطلاق. أتمنى لكم يوما أياما سعيدة في السبت والأحد ونهاية الأسبوع وأتمنى تحية.